سي محمد، ما هي قراءتكم للعلاقات اللي وصلت لها بين المغرب وإسبانيا؟ ثم ما هي آخر مستجدات اللي تتشوفوا أنتم تتمنوها لهذه العلاقات؟ في الواقع العلاقات المغربية الإسبانية كتمر بفترة حرجة، وهذا طبعا بفعل واحد الفعل خاطئ اللي قامت به إسبانيا، أكيد بأنه يسيء للسجل الحقوقي في إسبانيا، وكذلك يضر بالسمعة ديال القضاء الإسباني. أعتقد بأنه مازال الوقت باش إسبانيا تصحح هذا الفعل الخاطئ، وبالتأكيد أنه العلاقات المغربية الإسبانية هي من بين أهم العلاقات في المنطقة وفي الفضاء المتوسطي، وإسبانيا أعتقد أنها تدرك هذه المسألة هذه، خاصة على المستوى الاقتصادي. إسبانيا هي الشريك التجاري الأول ديال المغرب، وما يمكنش الشريك التجاري الأول يضرب المصالح ديال الشريك ديالو، خاصة في قضية استراتيجية أولوية عند المغاربة. ثم على المستوى الأمني، ما يمكنش المغرب يقدم معلومات مهمة جدا إسبانيا، تجنب إسبانيا مخاطر وشيكة الوقوع، وفي نفس الوقت إسبانيا ما تخبرش المغرب بأنه واحد الشخص اللي كيهدد كذلك السيادة الترابية ديال المغرب، الوحدة الترابية ديال المغرب، وعنده مشروع انفصالي. ثم إن إسبانيا كتعرف الخطورة ديال الانفصال، وكتعرف المخاطر ديال هذا الموضوع، لذلك أعتقد بأنه التوعية الإنسانية ما عندها معنى وما عندها حجة إقناعية، لأنه بان على أنه ثمة تناقض. كنا نتمنى على أن إسبانيا ما تطيحش في التناقض في الموضوع ديال الدواعي الإنسانية مع إبراهيم غالي. بانت إسبانيا غير مقنعة، غير شفافة، بطيئة، وفي الموضوع ديال الهجرة بانت منفعلة وغير صبورة، وبانت على أنه كتحاول تجعل هذا هو السبب الحقيقي، بينما هذا ماشي هو السبب الحقيقي في الأزمة اللي حاصلة اليوم بين المغرب وإسبانيا. السبب الحقيقي هو النظرة الخاطئة للمغرب، وهو طبعا استقبال زعيم مزور لكيان وهمي بجواز سفر مزور. نعم، الصورات اللي بينت لنا على انهم تضربوا الاطفال، تضربوا القصيرين، وان هناك دبابات، ثم المحاوله ديال اسبانيا باش تجر معها البلدان الاوروبيه وتكون اوروبا سند لها في المشكل اللي عندها مع المغرب. في الواقع في هذه الازمه هذه تعرفنا على اسبانيا بشكل اخر. تعرفنا على اسبانيا انها الصوره اللي كتقدمها على المستوى الحقوقي ماشي صوره يعني حقيقيه، بحيث انها يعني كاين اعاده قسريه ديال بعض الاطفال وبعض القصار، كاين اعتداء على النساء الراغبات في الهجره، كاين اعتداء على الاطفال اللي ما عندهمش مرافق من البالغين. اذا اعتقد بان هذه حقيقه لحظه يعني سوداء او نقطة سوداء في السجل الحقوقي الاسباني. ثم ايضا ما ننساوش على انه يعني اسبانيا خاصها بطبيعة الحال تصحح النظرة ديالها، النظرة ديالها يظهر بانها كلاسيكية تجاه المغرب، اذا تحديث هذه النظرة اساسي ماشي بمنطق التابع والمتبوع. اليوم المغرب قوة اقليمية في المنطقة، له دور مؤثر، له دور اساسي، صحيح انه كاين تحديات بين البلدين، كاين المعطى ديال ضرورة بلورة موقف قوي ودينامي من طرف إسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية، يعني في إطار المصلحة المشتركة، في إطار الإنصاف، في إطار يعني المواقف العادلة. ثم على مستوى ملف الهجرة، المغرب ماشي حارس ديال شي حد. نعم، واش الان مع اوروبا في هذا التكتيك اللي دارت اسبانيا واش فشلات وما خدتش ذاك المسانده اللي كانت تتمناها يكون لها؟ اعتقد بانه يعني ظهرت على انه السياسه الخارجيه في اسبانيا اليوم فضل خاصه مع الحكومه، احنا كنتحدثوا دائما على بعض الاوساط في اسبانيا، لانه كاين اوساط صديقه للمغرب في اسبانيا، ولكن النظره الاستعماريه يجب ان يعني يتم تحييدها في اطار هذه العلاقه. وايضا لابد من الاشاره الى انه المساله ديال يعني الصوره اللي كتقدم اسبانيا اليوم على نفسها هي صوره حقيقه صوره ديال دوله يمكن نقول ناميه في الاتحاد الاوروبي، خاصه فيما يتعلق بالملف الحقوقي وايضا في تعامل القضاء، لان القضاء كيمكن اليوم يخلي ابراهيم غالي دافع على راسه، على الأقل يخلي إبراهيم غالي يدافع على رأسه أمام القضاء، وليس فقط تستر عليه. ما عرفناش أسباب التستر، هل هناك تحفيزات معينة من أطراف أخرى، هل هناك ضغط من أطراف أخرى، ولكن هناك اليوم تستر يعني على جرائم واضحة متى ما يتعلق بالاغتصاب، بالإبادة، بالإرهاب، بالتجارة في البشر. ثم أيضا كاين فعل التزوير،
كاين فعل ديال التزوير. اذا فعل التزوير ايضا يجب البت فيه قضائيا. نعم الفيصلي ابراهيم الغالي اللي نسميه محمد بن بطوش غيمتثل يستمع له قاضي التحقيق يوم 1 يونيو. اشنو في النظر ديالكم هذه الجلسه هذه؟ واعتقد بانه في الواقع اتمنى ان لا تكون يعني المساله فقط شكليه او المساله يعني اجرائيه، وانما يجب النظر بطبيعه الحال بشكل حاسم في هذا الملف، لانه السيد ارتكب جرائم في حق مواطنين اسبان بالدرجه الاولى. اذا اسبانيا خصها على الاقل تحمي المصالح ديال مواطنيها اللي تعرضوا بطبيعه الحال لجرائم من طرف المدعو ابراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليزاريو. شكرا.